كان لها دور كبير بتأمين وحماية ملاعب البصرة وأيضا محافظة البصرة. وحول هذا الموضوع ينضم ويانا قائد شرطة البصرة سيد اللواء قاسم العتابي. مرحبا بك سيادة اللواء. يا مرحبا. أهلا بك سيادة اللواء. يعني شفنا تأهل المنتخب العراقي على نظير القطري إلى النهائي، ولكن نعم. بالبصرة ما سمعنا ولا طلقة ثارت، رغم أنه البصرة معروفة للأمانة أنه دائما تصير بها نزاعات عشائرية، أسلحة ثقيلة، ومثل هيك مناسبات كانت البصرة تحتفل بالإطلاقات النارية، لكن ما شفنا أي من هذه المظاهر سوى فقط المفرقعات. فشنو تعزو هذا؟ شلون قدرت أنه تكون البصرة بهالأمن والأمان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى كل مشاهدي قناة الرشيد. طبعا السبب الأول هو تعاون كل أهلنا وناسنا داخل محافظة البصرة مع القوات الأمنية والأجهزة الاستخبارية، وكان لهم دور كبير باحتضان كل الوافدين والتعاون مع الأجهزة الأمنية. ولله الحمد طيلة الفترة اللي يعني اللي قامت بها البطولة احنا لم نسجل أي حادث مهم أو اعتداء على أي مواطن إلا الحالات البسيطة جدا جدا. والسبب الثاني القيادة والأجهزة الأمنية وقيادة عمليات الرافدين قامت بعمليات استباقية قبل بدء البطولة بحوالي أكثر من شهر، وقمنا بتفتيش كل المناطق اللي محتمل بها أسلحة، وطبعا بالتعاون مع رئاسة الاستئناف كان لها دور كبير بإسنادنا، وكانت النتائج مثمرة في وقتها ولله الحمد. النتيجة الآن مثل ما شفتيها البارحة، يعني ماكو أي حادث أطلاق نار، وإذا حدث يعني أطلاق نار راح تكون العقوبات صارمة وشديدة، ونتخذ الإجراء القانوني مباشرة بحق أي واحد يطلق العيارات النارية. حلو، يعني وضعتوا قرارات صارمة بحق من يخالف أو أي شخص يعتدي على أمن البصرة، خصوصا بتنظيم بطولة كأس الخليج العربي؟ إحنا تعرفين قبل بدء البطولة بأيام حضر السيد معالي وزير الداخلية وحضر يعني وعقد عدة اجتماعات ومؤتمرات، وكانت توجيهات معالي بأنه أي شخص يعكر صفو هذه البطولة تتخذ الإجراءات القانونية. شنو الإجراءات اللي وضعتوها؟ أي يعني إحنا أولا كل الخطة، خطة تأمين خليجي 25 وضعناها، عملنا الشرطوي داخل محافظة البصرة اليومي زائد تأمين الملاعب، يعني ما أثرنا على أعمالنا اليومية الشرطوية اللي نقدمها للمواطنين أو نقوم بها من تسجيل دعاوي تنفيذ أوامر القبض. فأكد معالي أنه إحنا إجراءاتنا اليومية تبقى مستمرة زائد تأمين الملاعب، عندنا قوة وهو معالي أيضا دزلنا قوة احتياط من بغداد، والأمور يعني كانت تصير بالشكل الطبيعي وفق الخطة. إجراءاتنا اللي هي تنفيذ أوامر القبض بكل حزم وشدة، وتسجيل دعاوي لكل مواطن بكل شفافية وسهولة، زائد تأمين الملاعب يعني الملعب جذع النخلة والملعب الميناء، وبعض البطولات يعني المباريات تقام في آن واحد، عندنا أربع مباريات في آن واحد ولله صح. الحمد تمكننا إحنا والأجهزة الأمنية وقيادة عمليات الرافدين من تأمين الملعبين في آن واحد. حلو. في آن واحد. حلو. ولله الحمد اللي أنا فرحان بي وفخور إنه ما سجلنا حالة خطرة بالتجاوز على اي وافد او اي مواطن او اي يعني وافد، يعني نفرح نفرح داخل العراق نفرح صراحه. مثل ما تشوفين هسه الكورنيش الان يبقى ساعات متاخره من الليل، الناس ماخذه راحتها وفرحانه، وكان السيد المحافظ دور كبير ايضا بحث الاجهزه على اقامه يعني على اداء دورها سواء في امن الملاعب او في المدينه. طيب واجهتوا مشاكل بالتنسيق مع الـ يعني القوات الاخرى او الجهات الامنيه الاخرى؟ شفتك انت ويعني مدير مرور البصره جايين سوا، يعني ما واجهتوا مشاكل؟ بالعكس، اولا احنا كل وفق الخطه اللي رسمها السيد معالي وزير الداخليه والسيد المحافظ المحترم انه كل واحد ياخذ دوره، يعني هسه المدير المرور ماخذ دوره بالشارع، ما تدخلنا احنا بشغله. انا مثلا وقياده العمليات عندنا دور بامن المدينه المحافظه بالكامل زائد امن الملعب، يعني ان ادوار القطاعات
يعني لا سمح الله بالخطة إذا حدث شيء داخل الملعب المدينة ما لها علاقة يعني قائمة ضمن واجباتها. نعم. إذا حدث شيء داخل المدينة القطعات داخل الملعب ما تتأثر لأن يعني كل واحد يعرف دوره. صح. لذلك إحنا ما عندنا أي تقاطع ولا عندنا أي مشكلة سوى ويا قيادة العمليات كعسكر أو ويا قيادة الشرطة كداخلية. الحمد لله إحنا واحد والأجهزة الأمنية كذلك واحد بإشراف كل سيد معالي وزير الداخلية وسيد المحافظ المختار. يعني راح تستمر البصرة بهذا الأمن اللي نشوفه اليوم، راح يكون استمرار للخطة الأمنية نفسها اللي أنتوا وضعتوها بحماية خليجي 25 والبطولة حتى تبقى البصرة آمنة؟ مثل ما ذكرت قبل قليل هي خطة قائمة يعني أول واجباتنا اليومية إحنا قائمة يعني ما دخلنا ولا قللنا من حجمها ابدا. يعني بس يعني للامانه قبل كانوا شيوخ العشائر كانت هنالك نزاعات عشائريه كثيره مثل ما تعرف، بس اليوم حتى العشائر شفناهم انه متعاونين مع الاجهزه الامنيه واجلوا مشاكلهم لما بعد البطوله. طبعا هم مو بس العشائر، كل الناس يعني كل اهلنا وناس داخل البصره الان متعاونين، وهمهم الوحيد انه خليجي 25 ينجح سلام وامان، والناس اللي تشوفيهم هسه تلاحظيهم داخل المدينه كلهم ماخذين راحتهم يعني ما صارت اي مشكله ولله الحمد. ما يجي هذا الامن ما يتوفر الا بتعاون الكل. نعم. داخل المحافظه فعلا. طيب يعني عندكم القدره والاستعداد لتهيئة الأجواء الأمنية المستقرة للسائحين الوافدين للمستثمرين؟ يعني اليوم جت كثير من الوفود الخليجية للبصرة وللعراق عموما، ف يعني بعد ما شافوا أنه البصرة آمنة ممكن يستثمرون؟ عندكم خطط أمنية ممكن تسمح لهم أو تهيئ لهم الأجواء الآمنة؟ أنا كقائد الشرطة وقيادة عمليات البصرة والسيد المحافظ خططنا هو تأمين المحافظة بالكامل. إذا أمننا المحافظة بالكامل أكيد الشركات أصحاب الشركات كأفراد راح يتوفر لهم الأمن. الآن إحنا الآن همنا الأول والأخير إن شلون محافظة البصرة بها أمن كامل دون أي خرق أمني، يعني دون أي شخص يعكر صفو الأمن. إجراءاتنا حاسمة وشديدة بحق كل شخص يخرق الأمن. وبدينا إحنا أول ما جيت بديت بحملة لتنفيذ أوامر القبض، حسم الأوراق التحقيقية، نشر الدوريات الآلية والراتلة داخل المدينة، زدنا قدرة أداء رجل الشرطة بالشارع، فرضنا هيبة الدولة من خلال الأداء الرجولي والبطولي لرجل الشرطة، فكل هذا ساعدت في استقطاب الأمن داخل البصرة، وراح نستمر خططنا ثابتة، نستمر إن شاء الله. يعني إحنا جيدين في الوقت الحاضر لكن نطمح للأفضل. يعني للأمانة يعني خلال بطولة كأس الخليج العربي ما سمعنا ولا شاهدنا أي حالة تحرش، رغم مثل ما ذكرت ودا نشوف أنه الكورنيش ممتلئ للعوائل والشباب ولأوقات متأخرة، لكن ما شهدت أي حالة تحرش. أنت يعني يقال أن سيد المحافظ يأخذ جولة على الكورنيش وتوجيهات السيد المحافظ والسيد معالي وزير الداخلية. إحنا منزلين الآن بالكورنيش أكثر من 450 منتسب من رجال المكافحة مدني والشرطة المجتمعية. واجبهم الشرطة المجتمعية يعني توجيه أي شيء مخالف للقانون للذوق العام، يحاولون يمنعوه بكل هدوء وبكل أدب يعني ووفق القانون. وكذلك إذا سرقة يعني حصلت أو إطلاق نار لا سمح الله وهي ما حصلت يعني المكافحة يعني يأخذون دورهم بهم أيضا بهدوء، ماكو مشاكل ماكو مظاهر مسلحة. دائما توجيهات السيد المحافظ يأكد على عدم عسكرة المدينة، مدنية المدينة البصرة. يعني إحنا شعارنا أن يجب أن تكون مدينة مدنية متحضرة مستقرة آمنة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني راح نشوف تحولات بالإجراءات والخطط الأمنية لمرحلة ما بعد كأس الخليج العربي. أكيد. على اعتبار أنه العيون ستكون متجهة ومتوجهة للبصرة. توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المبلغة إليه شخصياً أنه يوم 15/2 راح البصرة كمركز سنتر المدينة البصرة يعني عدم عسكرة المدينة راح تدار فقط من قبل مراكز الشرطة ودوريات النجدة. طبعا هذا ينطبع الى كل الناس بان المدينه مستقره، الى كل المستثمرين، الى كل الوافدين، الى البصره مدينه مستقره ولله الحمد راح تدار فقط من قبل جهاز الشرطه.
نعم. الجيش يعني عنده أماكن خاصة محددة، الحدود تقريبا راح يستقر بها إن شاء الله، إن شاء الله. يبقى داعم مساند إنه، لكن كبصرة توجيهات السيد معالي وزير الداخلية راح يدار فقط من قبل الشرطة حصرا. زين، يعني البصرة تمتلك أكبر ملعبين بالعراق تقريبا، ملعب جذع النخلة وملعب الميناء، وهذه الملاعب تحتاج إلى تأمين من قبل أمن الملاعب. طيب أنتوا عازمين على حل مشكلة أمن الملاعب؟ إحنا الآن في الوقت الحاضر ما عندنا أي مشكلة بأمن الملاعب، موجودة عندنا قوة خاصة بأمن الملاعب تؤدي دورها بالشكل الأمثل، وعندنا كذلك عزيزة من قبل بغداد، يعني من قبل معالي السيد وزير الداخلية. الآن ملعب جذع النخلة وملعب الميناء ما صارت في أي مشكلة فيما يخص أمن الملاعب، اللي هو أمن المستطيل الأخضر. نعم. وأمن المدرجات. نعم. المدرجين تدريب راقي، وأجرينا عدة ممارسات قبل بدء البطولة ولله الحمد. يعني دخلتوهم دورات؟ نعم، مدربين تدريب خاص، والجهاز ما يكلف بأي واجب. جيد. فقط واجبهم أمن الملاعب، وراح نطور حالهم أكثر وأكثر بناء على توجيهات السيد المعالي، وتندعمهم من قبل السيد المحافظ بشراء ملابس خاصة لهم يعني بالكامل، لكن تميزهم عن باقي القوات الأمنية، لأنه تعرفين هذول تابعين إلى قوانين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي الفيفا ومنظمين البطولة. هذول يعني كعسكر ما يسمح لهم الدخول إلى داخل الملعب. صح. فقط أمن الملعب جاي يقوم دور محترم وبطولي، وأشاد بهم كل يعني رؤساء الاتحادات الخليجية فعلا. وخاصة للرئيس الاتحاد الكويتي أشار وقال احنا يجب انه تتاسس عندنا قوات مثل قوات امن الملاعب اللي خاصه بالعراق بالبصره وبغداد. الحمد لله والشكر. زين، شلون تقيم تعاون الناس المواطن البصري اليوم، التعاون مع القوات الامنيه باللي نشوفه من امن وامان، والامور كلها سلسه والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. طبعا كلهم اهلنا وناسنا يحبون الامن، اهل البصره ناس محبين للنظام والقانون، وناس طيبين وما يحبون المشاكل خاصة سنتر المدينة، وينبذون العنف يعني. وإن شاء الله إحنا همين أيضا نشوف المواطنين يتعاونون ويانا، شيوخ سادات المدينة، شباب الإعلاميين، منظمات المجتمع المدني، السيد المحافظ داعم مساند إن في كل شيء، القضاء برئاسة رئيس الاستئناف داعم مساند إن كل شيء. أكيد إحنا شيء مفرح إنه ويعطينا حافز لتقديم الأفضل والأفضل. يعني كانت لكم خطوات لتثقيف المواطن لمساعدة القوات الأمنية على أنه تكون بطولة خليج 25 أكيد 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 من خلال المؤتمرات والندوات اللي ألتقي أنا دائما بشيوخ العشائر، ساداتنا الإعلاميين، منظمات المجتمع المدني، يعني كلهم دول ملتقي. هذه قبل البطولة كانت. قبل البطولة يعني، وكذلك بعض المؤتمرات اللي أقيمت يعني هنا بالمحافظة، أكيد راح هو ساهم في تحقيق الأمن داخل البصرة. يعني شفنا إنه المنافذ الحدودية استقطبت كثير من السائحين العرب والخليجيين. كيف هي التواصل بينكم وبين السائحين؟ اولا السائحين تم استقبالهم من قبل طبعا تعرف الاجهزه الامنيه المختصه من المنفذ، تم يعني تسهيل امرهم، والسيد المحافظ والسيد معالي وزير الداخليه زار المنفذ اكثر من مره وقدموا كل التسهيلات الى الوافدين، وعند ما يخرجوا من المنفذ اهلنا وناسنا داخل البصره يستقبلون بالورد طبعا بالورد والنظائف كلها مستمر يعني واصله الى البصره، واهل البصره ما قصروا وياهم ولا هم داخل الكورنيش، كلهم داخل في حدودهم، وهذا المتوقع عن الشرطه يعني. هذا المتوقع يعني حضرتك سياده اللواء صار لك شهرين تقريبا من استلمت قياده شرطه البصره، والحمد لله والشكر نشوف انه هذه الشهرين قدرت انه تسوي امن وامان بالبصره. قائد شرطه البصره دائما للأسف الشديد أنه دائما يتغير قائد شرطة البصرة لصعوبة الطبيعة الموجودة بالبصرة، تتوقع أنه راح تنجح وتبقى ناجح بهذا المكان إن شاء الله؟ أنا وزارة الداخلية أي يعني أنتظر أو إشارة من السيد معالي وزير الداخلية، لكن البصرة يعني بسيطة حالها حال أي محافظة، قائد الشرطة هو واجبة موظف في وزارة الداخلية. نعم. من جيت انا هنا طبعا ادي واجباتي انا كضابط شرطه محترف، ركزت اعرف شلون اشتغل،
ركزت على تنفيذ أوامر القبض وعدم المجاملة، أطبق القانون بكل حزم وشدة. يحتاج بعض الأحيان يعني القانون يحتاج لشدة، لكن وفق القانون ماكو مجاملة. و يعني اشتغلت على أظهار يعني هيبة الدولة من خلال الأداء الرجولي. العيد مرة ثانية لرجل الشرطة، رجل الشرطة إذا اشتغل بالميدان وما جامل راح يتوفر الأمن. زين، يعني كانت كثير من أوامر القبض متوقفة بعد ما أجيت حضرتك نفذت أوامر القبض؟ طبعاً العديد من أوامر القبض من سعد سان القضاة ورئاسة الاستئناف، خاصة السيد رئيس الاستئناف كان يشجع وداعم لنا، ونفذنا الكثير من أوامر القبض بعلم وزارتنا. وهو وتنفيذ أوامر القبض وردة الفعل اتجاه أي شخص يطلق النار داخل البصرة نفذ القبض عليه. جيد. هو اللي ساهم باستتباب الامن ومساعده كل اهلنا وناسنا داخل. يعني شفنا حضورك بالملعب، حضورك شخصيا، هذه ينطي رساله اطمئنان للمواطن البصري وللسائح وللمشجع. شلون هذه الرساله ممكن توصل للمواطن بحيث يكون متعاون الى ابعد الحدود؟ بالنسبه لما يخص الملاعب، طبعا انا انصح كل اهلنا وناسنا انه يدخلون الا عن صاحبي البطاقه يعني. واحنا هناك موجودين يعني ببوابات الملعب، انا شخصيا اتواجد وكذلك قائد العمليات. شفنا حضورك موجود. نعم، نتواجد يعني نسهل دخول المواطن عن طريق البطاقه. وانا من خلال البرنامج مالتش انصح كل اهلنا وناسنا وشعبنا داخل يعني بلدنا انه اللي عنده بطاقه يجي حتى يدخل بكل سلاسه وسهوله، يعني بدون اي مضايقات تحصل له. فتواجدنا هو اطمئنان لصاحب البطاقة بالدخول إلى الملعب بكل أريحية. جيد. زين، كانت بافتتاح البطولة يعني صارت بعض المشاكل والخروقات. نعم. من دخول المشجعين إلى الملعب بدون بطاقة. اليوم الختام راح يكون أيضا كبير، وممكن حضور مطربين، وممكن لأنه راح يكون العراق هو مع عمان. نعم. فالعراق هو البلد المستضيف، والمواطن العراقي متعطش لكرة القدم، وبعد 43 سنة بملاعبه وبأرضه، فراح نشوف هذه الخروقات اللي صارت بالافتتاح بالختام. احنا حفل الافتتاح ما صار بخرق داخل المستطيل الاخضر ابدا. نعم. لعبه مثاليه فعلا، يعني والعالم كله اشار بحفل الافتتاح. صح. لكن اكو بعض الاشياء يعني السلبيه اللي احنا اشرناها، لان مو كقطعات امنيه. يعني عندنا اكو فاحصين للبطاقه يعني بالجهاز، ما جو هذول الفحصين، تاخروا فصارت هاي الزحمه يعني بالدخول. لكن الحمد لله باقي المباريات احنا عالجناها، احنا والاتحاد والسيد المحافظ دخل شخصيا بالموضوع، وتمت هاي المباريات دون اي مضايقات. البارحه يعني لعبه يعني اخر مباراه بين العراق وقطر، الملعب امتلى قبل 5-6 ساعات، لكن اكو ناس كانت تمتلك بطاقات للاسف. نعم. الشديد ما قدرت تدخل وغلقوا الملاعب. نعم. غلقوا الملاعب بعد امتلاء الملعب. لا، انا كنت موجود اذا سمحي لي. اي تفضل. انا كنت على راس القطعات بالباب الخارجي. نعم. اللعبه الساعه 4 الساعه 12 قبط الملعب. الساعه 12 قبط الملعب، قبط بكلهم دخلوا بالبطاقات اللي تم فحصها من قبل الأجهزة الفاحصين اللي موجودين تابعين للاتحاد. يعني ما صار تزوير بهذه البطاقات برأيك؟ هي أكو تزوير، بس أكو الفاحص بالجهاز بعض الأحيان قد يكون يعبر يعني. فإحنا من قطع دخلوا الدولة اللي هم كلهم عندهم بطاقات أصلية. نعم. امتلى الملعب، أنا أمرت بغلق الأبواب. غلقت الأبواب. البقية احنا عندنا إشارة من الاتحاد انه الكثير من الاشخاص عندهم تزوير، يعني ممكن اللي جاي هذا بطاقته حقيقية وما دخل للملعب. احنا بعد دخلنا وفق ما قال الجهاز. هسه قد يكون، ما اقول لك انا مثالي، يعني 5000 10000 ممكن دخلوا، لكن الملعب يشيل 65000. صح. يشيل 70000 امتلى ب 12 الفاحصين موجودين، امتلى الساعة ب 12. فأنا حتى انا حافظ على ارواح المواطنين داخل الملعب، فأمرت بالغلق.
غلق الأبواب. فهذا اللي عنده بعد بطاقة قد يكون داخل مكانه هذا الشخص المزور، أو عنده بطاقة وهي مزورة فيلو يعني رافحها، ما أقدر بعد أنا أدخل أكثر. يعني هم دخلوا 70,000 والعدد المواطنين خارج الملعب يقدر ب 550,000. بس شفنا هواية مشجعين عرب يعني بالآلاف دخلوا للملاعب. طبعا مشجعين العرب يدخلون من كافة المحافظات العراقية، من كردستان، من الأنبار، كلهم جايين من كركوك، العراق كله يعني متجه إلى البصرة. أقصد مشجعين الكويت، مشجعين العمانيين، كان الملعب ممتلئ الحمد لله. أثناء مبارياتهم نسهل دخول المشجعين العرب من المنفذ صفوان إلى الملعب. زي شنو أكثر منفذ استقبل اليوم الوفود الخليجية؟ المطار ومنفذ صفوان. مطار البصرة. مطار البصرة ومنفذ صفوان، ولله الحمد ما حصلت أي مضايقة لأي مشجع أو أي وافد إنه من خارج العراق إطلاقا ولا من داخل العراق. زين أمنتوا دخولهم يعني من المنفذ لداخل البصرة؟ نعم، الطريق كله مؤمن، المطار مؤمن، أكو عندنا فرق خاصة من قبل المرور يعني مرافقتهم، الأجهزة الاستخبارية عادين، كل عدة يعني عدة كل صغيرة وكبيرة ضمن الخطة لحماية الوفود، ولله الحمد ما صار أي شيء. باكر راح تصير لعبة المنتخب العراقي الخميس إن شاء الله. وهو وعمان، وهذا السؤال بعيد كل البعد عن عن اختصاصك، تتوقع أنه المنتخب العراقي راح يفوز لو المنتخب العماني؟ أنا يقول لي أنا هم الأول والأخير إن شلون أحافظ على أرواح الناس وشلون أحافظ على أمن الملعب. تابعت المباريات؟ أبد. أنا طبعا يعني أتابع المسؤول الأول عن الأطواق، الأول أمن الملاعب، والثاني والثالث أنا أقضيها كلها بالخارج، كل المباريات. الله يساعدك. كلها بالخارج يعني، وبالتعاون ويا قيادة العمليات، السيد المحافظ يدخل كل صغيرة وكبيرة. يعني صوري السيد المعالي وزير الداخلية أول لعبة قضاها كلها ميانة تجوال وكذا يعني. يعني فهم إحنا مسؤوليتنا كبيرة جدا فعلاً. لأن أي زحمة داخل الملعب راح نعرض المواطنين إلى كارثة لا سمح الله. إن شاء الله ما تكون أي كوارث. بس شفنا أنه أفراد أمن الملاعب حتى مدار وجهه للمباراة. هاي تدريب راقي. فعلاً فعلاً. تدريبهم راقي ومدربين وناس حرفيين. وهذا الجهاز أمر السيد المعالي لازم أن يتطور وندخل دورات أكثر ويدعم أكثر، والسيد المحافظ داعم أكثر إليه، وبغداد أيضا أمن الملاعب جهاز عندنا موجود وأيضا يدعم أكثر. فهذا الجهاز مهم يعني، خاصة البطولات راح أتصور يعني هاي فاتحة خير صارت على العراق، بطولة الخليج إن شاء الله. إن شاء الله. زين سيادة اللواء، بعد انتهاء الخليجي تتوقع أنه العراق راح ينفتح على البلدان الأخرى، أو راح يكون تسهيل دخول باعتبار أنه رئيس الوزراء سمح للخليجيين الدخول بدون فيزا حاليا؟ نعم. فتتوقع أنه العراق راح يدخل للبلدان الأخرى بتسهيلات مثل التسهيلات؟ والله هذا ما نسمع من خلال الوافدين هنا نلتقي بهم ورؤساء البعثات والاتحادات الخليجية، أنه أنا يعني أتوقع كقائد شرطة أنه الأمور راح تنفتح على البصرة أولاً وعلى العراق، وإن شاء الله يحل السلام داخل بلدنا، وهو السلام متوفر ولله الحمد، والأمن والأمان، والناس يعني فرحة كبيرة إنه الناس ماخذة راحتها. والآن يعني داخل البصرة كل من يعني كل المحافظات الآن موجودين. قبل قليل كانت مؤتمر ويا وزير الداخلية عبر الدارة التلفزيونية المغلقة، نعم، وعبرت له موقف أكثر من 100 إلى 150 ألف يعني عندنا وافدين داخل البصرة. يعني اليوم الضغط كبير عليكم لأنه نعم. هذه المسؤولية كبيرة للأمانة، نعم، بدخول وفود كبيرة من كل الدول الأخرى أو نعم، من الدول الخليجية. نعم. هذا الضغط شلون أنت تعديته؟ طبعا أنا وقيادة العمليات وكل الأجهزة الأمنية اللي مشتركة ويانا وبإشراف مباشر من قبل السيد معالي وزير الداخلية، يوميا يكاد يأخذ من عندي موقف، والسيد المحافظ مدخل في كل صغيرة وكبيرة لخدمة يعني العملية الأمن. إحنا عادين العدة يعني لهذا العدد ولأكثر من هذا العدد،
وفق جاتي تعزيزات من بغداد. نعم نعم، السيد معالي وزير الداخلية أرسل لنا تعزيزات، والمدينة مسيطرين عليها تماما ومفريها الأمن. قلت لك واجباتنا اليومية المعتادة زائد أمن الملاعب. يعني أمن الملاعب، القوة اللي تحمي أمن الملاعب ما لها دخل بأمن المدينة. لذلك إحنا مهما كان عدد الوافدين أو الزائرين، إحنا الأمن متوفر داخل المدينة ولله الحمد. زين سيادة اللواء، رسالتك للمواطن العراقي والبصري خصوصا بمباراة يوم غد؟ والله أني كقائد شرطة وكأخ للجميع، أناشد كل أهلنا وناسنا في عراقنا الحبيب وفي بصرتنا الحبيبة، أنه إلى خاصة إلى المتوجهين إلى الملعب، اللي يتوجهون إلى الملعب يوم غد، ما يتوجه أي شخص إلا حامل بطاقة، لأنه إحنا راح نتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص ما يحمل أي بطاقة أو يحمل بطاقة مزورة لا سمح الله. سؤال أخير، في حال فاز المنتخب العراقي، نعم، راح تكون ممكن احتفالات، راح نعم يقدرون يسيطرون على هذه الاحتفالات؟ الآن أنا طلعت من الدائرة التلفزيونية المغلقة مع السيد معالي وزير الداخلية المحترم، موجه بإقامة تحديد أماكن الاحتفال، عدم إطلاق أي عيارة نارية، لأن أي إطلاق عيارات نارية راح نتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص مطلق عيارات نارية. توجيه السيد المعالي وواجباتنا اليومية تنص على ذلك، وتوجيهات السيد المحافظ، وإن شاء الله إحنا يعني عندنا يعني كوادرنا يعني شرطتنا موجودة وأجهزتنا الأمنية قادرة أن توفر الأمن إلى أي شخص يعني ينوي بالاحتفال إن شاء الله. شكرا لك قائد شرطة البصرة قاسم العتابي على هذا اللقاء، وأنتم مشاهدينا شكرا لكم، إن شاء الله يا ربي الفرحة فرحتين باستتباب الأمن وأيضا الفوز. شكرا لكم، برنامج خليجنا واحد، إلى اللقاء.